الرشوة في المغرب هذا وقع خاص على النساء والرجال، ولكن عندها وقع خاص على النساء. فبالنسبة للرجال يمكن يعطيو الرشوة مادية كدراهم ولا غيرها، ولكن بالنسبة للمرأة بعض المسؤولين الإداريين أو ديال المقاولات يمكن يطلبوا من المرأة رشوة خاصة اللي عندها جانب ديال الجنس، وبالتالي كانت نوع ديال الابتزاز او المقايضه ديال النساء. فاذا كان مثلا الابتزاز الجنسي يمكن ما يؤديش لنتائج بالنسبه للمراه، الرشوه الجنسيه هي نوع ديال المقايضه. فلوصول الى هدف ما بحال عمل بحال ترقيه بحال نقاط بحال تسجيل في مؤسسه معينه، بعض المسؤولين تيضطروا انهم يديروا مقايضه او ابتزاز ديال النساء، وهذا النوع ديال الرشوه تيخلي واحد الاثار نفساني كبير على المراه، تيحطم المعنويه ديالها، تيجعلها انها دائما تشوف نفسها كضحيه وانها اقل من الرجل، وهذه المساله كترافقها في مدى الحياه. الهدف من هذا العمل هو اعطاء واحد النوعيه ديال الخصوصية في هذه الظاهرة، لأن القانون المغربي كذلك يشملها، لأن القانون المغربي اليوم كيتذكر على الابتزاز، كيتذكر على يعني واحد النوع ديال التحرش، ولكن ما كيهضرش على الابتزاز الجنسي أو الرشوة الجنسية. لذا كنتمناو ان القانون المغربي كذلك يخص هذه المساله بفقره خاصه لي يكون الزجر كذلك مناسب لها. لحد الان المحاكمات اللي تمت على حساب البند في القانون المغربي اللي كيتذكر على التحرش ماشي على الرشوه الجنسيه. التحرش ما عندوش وقع بحال الرشوه او الابتزاز الجنسي، لانه الوقت التحرش يمكن يؤدي النتيجه بالنسبه للمسؤول اللي عنده السلطه، ويمكن ما يؤديش بنتيجه، لانه يمكن يقول اللي بغى ولكن المراه ما تجاوبش. اما القضيه ديال الابتزاز ومقايضه اعطيني ولا ما تاخذش، هذه كتفرض راسها على المراه، وبالتالي بعض السيدات كيلقاو راسهم مضطرين انهم يتنازلوا عن ذاتهم، وكتكون يعني هذا الجانب ديال الرشوه الجنسيه. هذه القضيه تعرفت عنا بالقضيه ديال الرشوه مقابل النقاط، وكان من حسن الحظ ان الجمعيه كانت دارت لقاءات في هذا الموضوع في الجامعات، وشجعت بعض الطالبات اللي كانوا تيتخوفوا وناضوا ودلوا بهذه المساله اللي تعرضوا لها، وكانت محاكمات ديال بعض الناس اللي كانوا متهمين، وكانت محاكمات. فاللي كنتمناو ان هذه المساله لانها ماشي خاصه غير بالجامعه، هذه القضيه خاصه بجميع المؤسسات الاقتصاديه او الاداريه، يمكن تكون في مقاولات، يمكن تكون في اداره، يمكن تكون في اي محل. وبالتالي كنتمناو ان سواء المقاولات او الادارات تكون في الميثاق ديال الاخلاقي ديالهم ديال التدبير، تكون هذا الجانب يتراعى. وربما كذلك تنتمناو حتى في مراجعه المدونه الاسره تخاد هذه المساله بعين الاعتبار. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.